مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. في البداية طبعا بالتأكيد كلنا عايزين نطمن على كابتن محمود الخطيب، واللي عمل النهاردة عملية جراحية ناجحة الحمد لله في ألمانيا النهاردة الصبح. وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن كابتن محمود الخطيب هيقعد يومين في غرفة العناية المركزة، وبعديها إن شاء الله هيكون في برنامج تأهيلي عن طريق الدكتور اللي عمل له العملية الجراحية. وبالنسبة بقى لفريق الكورة، فريق الكرة بيستعد طبعا لمواجهة الوصل الإماراتي في البطولة العربية. الفريق اتدرب النهاردة الصبح على ملعب مختار التتش، وكمان كارتيرون اختار القايمة واللي هتسافر للإمارات إن شاء الله بكرة الصبح استعدادا للمواجهة في البطولة العربية. بالتأكيد طبعا هنناقش الكلام ده وأخبار تانية كتير النهاردة خلال حلقتنا. ضفنا النهاردة أستاذ عبد اللطيف إسماعيل مدير تحرير أخبار الرياضة. وفي البداية كالعادة بنبتدي بأهم عناوين حلقتنا. 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الوصل. الأهلي يطير لدبي غدا استعدادا لمواجهة الوصل الخميس. أزارو يلحق ببعثة الأهلي في الإمارات. الأهلي يرفض رحيل أزارو للدوري الفرنسي في الشتاء. عبد الحفيظ تدعيم فريق الكرة أهم الأولويات وسنعود لمنصات التتويج. أجيري يطلب توقف الدوري 15 يوم وإقامة 3 وديات قبل أمم أفريقيا. شوبير مصر غير جاهزة لتطبيق الفار، رأينا عواقب تسرع الكأس. من أهم عناوين حلقتنا النهاردة نروح معاكم لأهم العناوين اللي نزلت عن النادي الأهلي، أهم المنشطات اللي اتنشرت في الجرايد عن النادي الأهلي من امبارح للنهاردة. الخطيب يعود أول ديسمبر بعد العملية الجراحية والفريق يستعد للوصل. الأهرام الأهلي يطير للإمارات غدا لمواجهة الوصل في كأس زايد، غياب أحمد فتحي وعودة محارب، وطبيب النادي يعلن موعد عودة أجايي ومعلول. المصري اليوم عبد الحفيظ تدعيم فريق الكرة أهم الأولويات وسنعود لمنصات التتويج. الوطن الأهلي يسابق الزمن لترميم الفريق بعيسى ومحمود والمحمدي. المساء الأهلي يخفي صفقاته الجديدة خوفا من الحسد والخطف، كارتيرون يعلن اليوم أسماء اللاعبين الذين يسافرون للإمارات. الأخبار المسائي ثورة التغيير مؤجلة في الأهلي، والشيخ وزكريا ينتظران المشاركة أمام الوصل. روزل يوسف كارتيرون واثق من عبور الوصل. اليوم السابع الأهلي يرفض رحيل أزارو للدوري الفرنسي في الشتاء. مليار و294 حجم ميزانية الأحمر. جراحة صعبة للخطيب اليوم، وعبد الحفيظ يقدم تقرير عن قطاع الكرة. دي كانت أهم العناوين اللي اتقالت النهاردة عن نادي الأهلي في الجرايد. ونروح دلوقتي لأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي لكن على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي 21 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الوصل. الموقع الرسمي للنادي الأهلي انتظام لاعب المنتخب الأولمبي بمران الأهلي. يلا كورة يوسف أزارو سيلحق ببعثة الأهلي في الإمارات. الشروق إكرامي يغيب عن تدريبات الحراس في الأهلي. البوابة معلول وأجايي واصلان التأهيل في الأهلي. فيتو كوليبالي يكتفي بجلسة في الجيم بعد انتظامه في الميران الأهلي. الوفد كارتيرون يخصص فقرات للكرات العرضية في تدريب الأهلي. كورة الأهلي يصير لدبي الثلاثاء استعدادا لمواجهة الوصل. اليوم السابع ندبت يحل أزمة الأهلي أمام الوصل، ومران بدني للاعبين. نروح معاك
حضراتكم نشوف تفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي على مواقع الانترنت، واكيد طبعا اهمها هو استعداد النادي الاهلي لمباراه الوصل الاماراتي ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي، واكيد طبعا الكلام عن العمليه الجراحيه اللي عملها كابتن ديو، وان شاء الله ربنا يرجعه لنا بالسلامه، بالاضافه طبعا لثوره التصحيح اللي بنتكلم عليها من الاسبوع اللي فات. هنبتدي معاكم من الموقع الرسمي لنادي الاهلي اللي قال ان محمد يوسف المدرب العام في النادي الاهلي والقائم باعمال مدير الكوره اعلن قائمه الفريق واللي هتخوض مواجهه الوصل الاماراتي اللي هتقام يوم الخميس اللي جاي في اياب دور ال 16 في بطوله كاس زايد للانديه الابطال، وضمت القائمه 21 لاعب وهم محمد الشناوي، شريف اكرامي، علي لطفي في حراسه المرمى، سعد سمير، سليف كوليبالي، ايمن اشرف، صبري رحيل، احمد علاء، اكرم توفيق، كريم ندبد، وحسام عاشور، وهشام محمد، وليد سليمان، ناصر ماهر، اسلام محارب، محمد شريف، احمد الشيخ، احمد حمودي، وليد ازارو، مروان محسن، وصلاح محسن. كمان الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان لعيبه المنتخب الاولمبي انتظموا النهارده الصبح في تمرين النادي الاهلي بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب واللي شهد خوض مواجهتي تونس، وانضم لاعبين المنتخب الاولمبي للنادي الاهلي، وطبعا ده كان فيه وديتين ما بين زي قلت لكم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي، كان فيه كمان من النادي الاهلي صلاح محسن ومحمود الجزار واكرم توفيق واحمد حمدي وكريم ندبد وناصر ماهر شاركوا مع منتخبنا الوطني الاول في معسكره الاخير. كمان موقع يلا كوره قال ان محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي اكد ان المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق هيلحق ببعثه الفريق في الامارات من غير ما يرجع للقاهره الاول. كمان صرح محمد يوسف وقال ان ازارو سينضم لبعثه الفريق في الامارات مباشره بعد نهايه معسكر منتخب المغرب، ولم ينضم ازارو لتدريبات النادي الاهلي الاخيره بسبب استمراره مع منتخب المغرب واللي بيستعد لخوض مباراه وديه مع منتخب تونس يوم الثلاث 20 نوفمبر اللي هو بكره. كمان الشروق قالت ان اكتفى شريف اكرامي حارس مرمى الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي باداء تدريبات بدنيه منفرده في تمرين الفريق النهارده الصبح في الجيم، وطبعا كمان جري حوالين الملعب وما شاركش شريف اكرامي في تدريبات الكوره بتاعت حراس المرمى النهارده الصبح. موقع البوابه كمان قال ان علي معلول وجونيور اجايي لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي عملوا النهارده تنفيذ لبرنامجهم التاهيلي الخاص بيهم على ملعب مختار التتش، وده على هامش تمرين الفريق النهارده، وادى معلول واجايي تدريبات منفرده تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، واشتملت على الجري حوالين الملعب وتنفيذ بعض التدريبات البدنيه الخفيفه. كمان موقع فيتو قال ان المالي سليف كوليبالي مدافع الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي اكتفى باداء جلسه استشفائيه في الجيم على هامش تمرين الفريق النهارده الصبح بعد انتظامه في تدريب الفريق بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده. كان منتخب مالي فاز على الجابون امبارح او اول امبارح في تصفيات امم افريقيا لكاميرون 2019. كمان الوفد قالت ان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الاهلي خصص فقرات لارسال الكرات العرضيه وتنفيذها للمدافعين والمهاجمين، وحاول كارتيرون هو يصحح بعض الاخطاء الدفاعيه والهجوميه سواء في ابعاد العرضيات او حتى استغلالها. كمان موقع كوره قال ان بعثه النادي الاهلي هتمشي ان شاء الله بكره الصبح يوم الثلاث الصبح لمدينه دبي استعدادا لمواجهه الوصل الاماراتي والمقرر ليها يوم الخميس مساء في اياب دور ال 16 لكاس زايد للانديه الابطال. محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره كشف النادي الاهلي ان سمير عدلي المدير الاداري في النادي الاهلي هيسيب القاهره النهارده ان شاء الله يتجه للامارات عشان ينهي كل الامور الخاصه والمتعلقه بحجز فندق الاقامه وملاعب التدريبات قبل المواجهه المهمه دي اكيد، وقال كمان ان الفريق هيغادر ان شاء الله لدبي يوم الثلاث الصبح وهيخوض تدريباته في احد الملاعب الفرعيه وهيختتم تمرينه الرئيسي في استاد الوصل واللي هتقام عليه المباراه، وهيسبقها المباراه دي مؤتمر صحفي للمدير الفني باتريس كارتيرون بجانب قائد الفريق حسام عاشور زي ما بتنص لوائح الاتحاد العربي لكره القدم. كمان موقع اليوم السابع قال ان
الجهاز الفني لنادي الاهلي بقياده باتريس كارترون استقر على الاعتماد على كريم ندبد لاعب الفريق عشان يحل ازمه الجبهه اليمنى في مواجهه الوصل الاماراتي في البطوله العربيه. وتمثل الجبهه اليمنى ازمه في نادي الاهلي قبل مواجهه الوصل بعد تاكد غياب احمد فتحي عن اللقاء بسبب استمرار اصابته في العضله الاماميه، وبرده محمد هاني واللي بيعاني من جزع في الرباط الخارجي في مفصل الكاحل، في الوقت اللي لم يقيد فيه الجهاز الفني باسم علي بقائمة الفريق العربية. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف مراسل قناة نادي الأهلي زميلنا كريم أحمد، واللي كان النهاردة متواجد في تدريب الفريق الصباحي اللي أقيم على ملعب مختار التتش في فرع الجزيرة. مساء الخير عليك يا كريم، وعايزة أطمن منك على الأجواء النهاردة في التدريب، كانت عاملة إزاي، حالة المصابين، وأكيد الاستعداد للسفر بكرة إن شاء الله. هل هيكون في قبل السفر بكرة للإمارات تدريب، ولا اللعيبة هيتجمعوا في النادي أو هيتقابلوا على طول في الاستاد؟ عايز اعرف منك كل في المطار، عايز اعرف منك كل التفاصيل. مساء الخير عليك يا شيما، وبرحب بيك طبعا في البدايه وكل مشاهديكي. طبعا يمكن استعدادات قويه جدا لفريق النادي الاهلي، الاهلي والوصل الاماراتي ان شاء الله يوم 22 في كاس زايد للانديه الابطال باذن الله تكون فتحة خير على فريق النادي الاهلي وانطلاقه جديده واستعاده من جديد شخصيه النادي الاهلي في هذه المباراه. اكيد يمكن الفتره اللي فاتت زي ما اكدنا وقلنا كان في يمكن فصل كبير للعيبه، الجهاز الفني مستر باتريس حاول ان هو طبعا يتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر، جلسات منفرده، جلسات جماعيه، محاضرات بشكل مستمر لكل لعيبه النادي الاهلي للتركيز خلال الفتره القادمه في سواء البطوله العربيه او بطوله الدوري العام. باكد لك النهارده كان التدريب الصبح صباح طبعا في الساعه 9 صباحا، سبق المران محاضره بالفيديو لمستر باتريس والكابتن محمد يوسف للوقوف على كل نقاط القوه والضعف لفريق الوصل الاماراتي. المباراه الاخيره ايضا كمان اللي كانت عند فريق الوصل الاماراتي تابعها مستر باتريس مع اللاعبين، في تركيز كبير جدا للعيبه النادي الاهلي من خلال هذه المباراه. وانطلق التدريب كالعادي، يمكن كان في 30 دقيقه النهارده فقره بدنيه تحت اشراف مستر مايكل لندمان مخطط الاحمال، لكن النهارده مستر باتريس كارترون حاول ان هو يكون في اختلاف وفقرات متنوعه في تدريب النهارده. يمكن شفنا بعض التصويبات على المرمى خدت اكثر من 15 دقيقه، كمان كان في اهتمام كبير بالكرات العرضيه، بعض تمركزات اللاعبين سواء في خط الظهر او في خط الهجوم، اوقف التدريبات اكثر من مره لشرح بعض الامور اللي يمكن بيقع فيها خط الدفاع، بتكون تمركزات خاطئه بالنسبه لدفاع النادي الاهلي. لكن يمكن التدريب النهارده كانت جرعه تدريبيه قويه على ما اعتقد استفاد منها بشكل كبير جدا كل اللاعبين انطلاق ان شاء الله الى الامارات. النهارده يمكن النادي الاهلي خلاص اختتم تدريباته هنا في التتش على ان يستعد من خلال طبعا السفر الامارات. النهارده يكون طياره النادي الاهلي غدا في الساعه 10:15 تتوجه الى الامارات، يمكن الرحله بتستغرق 3 ساعات او 3 ساعات و40 دقيقه. من المقرر طبعا يكون النادي الاهلي يصل الى الامارات بتوقيت الامارات في الساعه 2 ظهرا. الامور يمكن زي ما انت قلت يا شيما، سمير عدلي هيكون متواجد في الامارات للتنسيق العام والمعتاد لبعثه فريق النادي الاهلي. الامور يمكن كلها بالنسبه للسفر مطمئنه ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، لكن يمكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي بيحاولوا ان هم طبعا يطمنوا على كل اللعيبه، اللعيبه اللي راجعه من المنتخب الاولمبي، الفريق كولوبالي طبعا العائد من منتخب بلاده وليد ازارو، يمكن زي ما انت قلتي واكدتي طبعا بالتنسيق مع الجهاز الفني وليد ازارو هيلحق بعثه النادي الاهلي في الامارات ليكون متواجد في مباراة الوصل الإماراتي. سليم في كولوبالي تواجد النهارده في التدريبات، لكن يمكن تم إعفائه النهارده من التدريب الجماعي، خد جرعة تدريبية خفيفة جدا لمشاركته في منتخب بلاده مع مالي. طبعا إسلام محارب بيعلن جاهزيته بشكل كبير، إسلام محارب طبعا كان في المباراة الودية الأخيرة أمام شباب النادي الأهلي تعرض لكدمة قوية جدا، حاول طبعا مع الجهاز الطبي بشكل كبير وقام بدور كبير جدا لتجهيز إسلام محارب يكون متواجد، وبالفعل إسلام ظهر في النهارده في التدريب الجماعي، وامس كمان كان ظهر ان هو هيكون متواجد في قائمه النادي الاهلي. وبالفعل كل اللعيبه الحمد لله يمكن نقدر نقول باستثناء المصابين احمد فتحي ومحمد هاني ومحمد نجيب وعمرو السوليه، دول طبعا الاصابات ممكن تطول شويه، لكن كل اللعيبه الحمد لله على جاهزيه كبيره، وان شاء الله باذن الله يكون التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الوصل الاماراتي. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي اللي كان متواجد النهارده في التدريب الصباحي للنادي الاهلي في الجزيره. طبعا هو طمنا على احوال فريقنا قبل السفر باذن الله بكره للامارات لخوض اللقاء الهام وهو الوصل الاماراتي في البطوله العربيه. مشاهدينا دلوقتي ميعادنا مع فاصل سريع ونرجع بعد كده نكمل معاكم بقيه فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.
سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع جيري يطلب توقف الدوري 15 يوم واقامه 3 وديات قبل امم افريقيا. سوبر كوره، اتحاد الكوره يوافق على صرف مستحقات المنتخب الاولمبي. جريدة الأخبار المسائي، أزمة النائب والدوري عرض مستمر. الفجر، شوقي غريب، ودية تونس كلها مكاسب. اليوم السابع، رمضان صبحي يعود لإنجلترا غدا بعد المشاركة مع المنتخب الأولمبي أمام تونس. الشروق، مجاهد لن يتم إلغاء الدوري. في الجول، شوبير، مصر غير جاهزة لتطبيق الفار، رأينا عواقب تسرع الكاف. الوفد، مجاهد، علاقة محمد صلاح مع اتحاد الكرة هادئة. سكاي نيوز، بعد بكاء ماني شقيقه يكشف سبب الانهيار ويشيد بجماهير مصر. عاصل الأسبانية، انريكي، تفادينا يوما أسودا أمام البوسنة والمباراة كانت تجربة جيدة. سبورت 360، ريال مدريد يخوض مباراة إيبار بغياب 6 مدافعين. كورة، برشلونة غير مقتنع بإمكانية إصلاح ديمبلي. معاكم سريعا لتفاصيل الاخبار المحليه، هنبتديها من اليوم السابع. قال ان المكسيكي خافيير اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني طلب من مجلس اداره اتحاد الكره برئاسه هانيا بوريدا توقف مسابقه الدوري العام لمده 15 يوم قبل انطلاق بطوله امم افريقيا، واللي هتقام ان شاء الله في الكاميرون في الفتره ما بين 15 يونيو لحد 13 يوليو اللي جاي طبعا في 2019، عشان يقدروا الفراعنه ان هم يخوضوا معسكر طويل استعدادا للبطوله المهمه والمرتقبه، واللي بيسعى الفراعنه فيها ان هم يفوزوا بلقبها، خصوصا وان هم تاهلوا للمباراه النهائيه في بطوله امم افريقيا الاخيره في الجابون وخسروا اللقب في المباراه النهائيه قصاد اسود الكاميرون وبنتيجه 2-1. كمان طلب الخواجه من اتحاد الكوره ان هم يعملوا 3 مباريات وديه متدرجه المستوى على ان تكون اول مباراه او اخر مباراه قصاد احد المنتخبات الكبيره في القاره السمراء زي نيجيريا او الكاميرون او الكوت ديفوار، وهو ده الوعد باتحاد الكرة انه هيشتغل عليه من دلوقتي عشان ينفذوا رغبات الخواجة المكسيكيين. طيب كلنا طبعا من النهارده الصبح او يمكن كمان من امبارح قلقانين على كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، واللي النهارده كان بيعمل عمليه جراحيه في المانيا، عشان نقدر نطمن عليه اكتر معانا دلوقتي عبر الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. يا مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ منورنا طبعا كالعاده في قناه النادي الاهلي، وعايزه اطمن من حضرتك على كابتن بيبو، اخباره ايه وصحته عامله ايه وان شاء الله هيرجع لنا بالسلامه امتى؟ هو الحمد لله طبعا يعني بنطمن الجماهير النادي الاهلي، هو طبعا الحمد لله طمنا عليه مبدئيا، العمليه الحمد لله انتهت الساعه 3:30 وهو دلوقتي في غرفه الافاقه، وان شاء الله باذن الله كلنا بندعي له بالشفاء ويرجع ثاني ينور النادي الاهلي وينور مصر ان شاء الله باذن الله. ومجلس الاداره كله موجود وبنتابع الحاله والحمد لله رب العالمين، حتى طمنا مبدئيا ان شاء الله اللي هي العمليه خلصت 3:30، كان كابتن دخل العمليه الصبح 9:30 صباحا وخرج من غرفه العمليات 3:30 وفي الافاقه دلوقتي، وان شاء الله بنطمن الناس كلها، وكل ما يبقى في جديد باذن الله هنطمن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي وهنطمن كل الناس باذن الله، واطمن كل مجلس الاداره في تواصل مستمر، والنادي الاهلي الاداره موجوده مستمرين، وان شاء الله اي جديد هنبلغه باذن الله.
ست العميد، سمعنا ان هيكون في فتره يعني تاهيل او علاج تاهيلي بعد العمليه دي، ويمكن كابتن محمود الخطيب يرجع لنا مع بدايه ديسمبر، هل الكلام ده حقيقي؟ لا خلينا لسه لغايه دلوقتي احنا هنعرف في التقرير النهائي. انا بس هو مبدئيا بنطمن الناس العمليه ان شاء الله باذن الله نجحت، وباذن الله اي تقرير جديد اي حاجه بقى هنبقى نبلغ الناس كده ان شاء الله اول باول على طول باذن الله. بشكر حضرتك جدا. بس بالعوده في قريب ان شاء الله. الله يخليك. اكيد بشكر حضرتك جدا عميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله كابتن بيبو يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. طيب مكملين معاكم تفاصيل اهم اخبارنا المحليه وبنوصل لسوبر كورة. موقع سوبر كورة قال أن وافق اتحاد الكورة على صرف مستحقات المنتخب الأولمبي عن الفترة اللي فاتت والمتمثلة في مكافآت الفوز للفريق عن الفترة اللي فاتت والبالغة 9 مباريات وفقا لعدد المباريات اللي خاضها كل لاعب، وده بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانيا بوريدا وكرم كردي عضو المجلس المشرف العام على الفريق. قال كرم كردي نسعى لمنح اللاعبين كافة أشكال الاستقرار التي يتمناها نظرا للنجاحات التي يحققها المنتخب، مشددا طبعا أن معسكر الفريق الأخير واللي اختتم امبارح بمواجهة تونس وديا للمرة الثانية أتى بثماره وأثبت أن الفريق الأولمبي نواة حقيقية لجيل من المنتخب الأول ويكون عنصر دعم قوي جدا للفراعنة في كافة البطولات. وقال كمان أن المجلس أقر الميزانية الخاصة بالمنتخب من 10 أيام بعد ما عرضها على أبو ريدا واللي بتتوافق مع لوائح المنتخب الوطنية. وقال كمان أن المجلس لم يحدد لحد دلوقتي المكافآت الخاصة بتأهل الفريق لأولمبياد طوكيو اللي جاية. كمان موقع الفجر قال ان ابدى شوقي غريب المدير التنفيذي او المدير الفني للمنتخب الاولمبي سعادته بالفوز على تونس في الوديه الثانيه واللي اقيمت في ملعب السلام وانتهت بفوز الفراعنه بهدف، وقال دون رد وديه تونس كلها مكاسب حيث غيرت طريقه اللعب ولعبت بدون راس حربه لان هدفي الاعتماد على اللعيبه اللي بتجيد اللعب في اكثر من مركز. وقال كمان احاول تحفيظ اللعيبه اكتر من طريقه لعب لحد دلوقتي عشان نكون على اتم الجاهزيه خلال منافسات البطوله الرسميه والمقرر ان هي تكون في مصر. وقال كمان عدم مشاركه بعض اللعيبه في مباريات الدوري بيسفر عن اخطاء في مباريات المنتخب الاولمبي والجهاز الفني بيعالجها في المعسكرات بشكل مستمر. كمان اليوم السابع اتكلم عن رمضان صبحي وقال ان بيغادر رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد تاون الانجليزي القاهره متوجه لانجلترا بكره بعد المشاركه مع المنتخب الاولمبي في المباراتين الوديتين وسط تونس مؤخرا، وبيرتبط رمضان صبحي بمباراه رسميه مع فريقه الانجليزي يوم 25 نوفمبر الجاري قصاد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجوله ال 13 من عمر البريمير ليج. بيذكر ان مواعيد الاجنده الدوليه للمنتخبات بتنتهي ان شاء الله بكرة يوم الثلاث وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. كمان موقع الشروق قال ان احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكوره اكد ان الدوري في الموسم الحالي هينتهي قبل بدايه بطولات افريقيا بعد المقبله، يعني مش اللي جايه عشان طبعا اللي جايه دي هتبتدي خلاص في الشهر اللي احنا فيه ده. كمان مجاهد قال ان عامر حسين في مأزق بكل طبعا تاكيد بسبب ضغط المباريات، وقال كمان مجاهد لا يوجد اي تفكير او اي نيه في الغاء بطوله الدوري هذا الموسم بسبب كثره المؤجلات. كمان في الجول قال ان نفى احمد شوبير عضو مجلس اداره اتحاد الكوره كل اللي بيتقال بشان موافقه الاتحاد الدولي لكره القدم تطبيق تقنيه الفيديو او الفار في الدوري المصري. صرح شوبير ما تردد في هذا الشان غير صحيح، الفيفا لم يمنح مصر اي موافقه على تطبيق هذه التقنيه، وقال كمان معدات تقنيه الفيديو لم تصل لمصر من الاساس ولسنا جاهزين لتطبيقها في الفتره الحاليه. كمان الوفد قال ان اكد احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره ان محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي علاقته دايما هاديه مع الاتحاد، وقال كمان مجاهد محمد صلاح لا يتحدث في اي شيء وظهر في المباراتين الماضيتين بشكل افضل، وكمان قال لم يحدث ان سال الاتحاد المصري محمد صلاح عن صوره التيشيرت اللي اثارت الجدل ولا نسال اي لاعب عن شيء ليس له صله بمعسكر منتخب مصر. وقال كمان انه لم يتم مناقشه ذهاب محمد صلاح لمهرجان التسامح العالمي ولم يرفض اجاري لان الامر لم يطرح من الاساس.
معاكم أخبارنا وبنوصل لسكاي نيوز واللي قالت كشف شقيق النجم ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي السبب وراء دخول اللاعب في نوبة بكاء حادة بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده السنغال قصاد غينيا الاستوائية، وهاجم جماهير السنغال مطالبا منهم الاقتداء بالمشجعين المصريين. كتب شقيق ماني على حسابه على تطبيق الانستغرام: من النادر أن ترى جماهير تهاجم لاعبا لها مثل ما تفعلون، محمد صلاح يحظى بالدعم الكامل من جانب الجماهير المصرية مهما كان مستواه خلال مشاركته مع منتخب بلاده. وقال كمان المصريين بيدعموا محمد صلاح في حين أن السنغاليين لم يدعموا كاليدو كوليبالي أو ساديو ماني اللي بينافس محمد صلاح على جائزة البي بي سي الأفضل أو أفضل لاعب في أفريقيا. وماني تعرض للهجوم من جانب جماهير منتخب بلاده خلال الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 بعد إهداره لإحدى الفرص، وده اللي خلاه يدخل في نوبة بكاء قوية. كمان صحيفة أس الأسبانية قالت أن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الأسباني الأول لكرة القدم شدد على أن مباراة البوسنة الودية اللي فاز فيها الرخة بهدف نظيف كانت من أجل منح فرص، وقال كمان أن اللاعبين الجداد ربما لم تكن مباراة مثيرة لهم لكن كانت لازم تحصل عشان نديهم فرص، لقد كلفنا الأمر قليلا لأنه ليس من السهل اللعب أمام فرق مثل البوسنة يعملون بقوة على المستوى الدفاعي. وقال كمان أن المباراة كانت مهمة بعد خروج المنتخب من دوري الأمم الأوروبية، وقال كمان كان من الممكن أن يصبح يوما أسودا في حال فوز البوسنة علينا. كمان موقع سبورت 360 قال أن ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الأسبانية أن ريال مدريد سيواجه مشكلة كبيرة في مباراة إيبار بسبب غياب العديد من المدافعين للإصابة. تعرض قائد الفريق سيرخيو راموس لإصابة طفيفة في مباراة إسبانيا وكرواتيا، ومن المستبعد مشاركته في المباراة القادمة ليزيد متاعب المدرب الجديد سانتياغو سولاري واللي حصل على عقد دائم بيمتد لحد 2021. وبرغم عودة داني كارفخال ومارسيلو وخاسس للتدريبات لكن من المستبعد مشاركتهم في المباراة اللي جاية بحسب ما أكدته الصحيفة الكاترونية، ويضاف إليهم بطبيعة الحال ناتشو وريجيلون اللذان تعرض لإصابة في مباراة سيلتا فيجو. في حالة صدقت إدعاءات موندو ديبورتيفو فإن ريال مدريد هيعاني من غياب 6 مدافعين في مباراة إيبار وهم راموس، كارفخال، مارسيلو، ناتشو، فيخو وريجيلون، وهيكون طبعا في مدافعين 2 بس متاحين لسولاري وهم رافائيل فاران والفارو، وعلى الاغلب سوف يستدعي خافيير سانشيز من الكاستيا وربما يستدعى كمان مدافعين اخرين. كمان موقع كورة قال إن بيواجه الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة ومنتخب فرنسا احتمال الرحيل عن ناديه خلال الفترة اللي جاية بعد ما بدأت الإدارة إن هي تفقد الأمل في إمكانية التزامه. وقالت مستقبلا في صحيفة سبورت الأسبانية إن إدارة برشلونة هتحدد سعر اللي بيع ديمبلي خلال الفترة اللي جاية وهيطلب الحصول على 88.7 مليون جنيه استرليني من الأندية اللي عندها رغبة إن هي تحصل على خدمات اللاعب. وقال التقرير ان في اهتمام كبير باللاعب من عده انديه انجليزيه وابرزها ليفربول والارسنال، وكان في ازمه في برشلونه مع ديمبلي بدات من ساعه غيابه عن التدريبات بحجه المرض، ولكن بعد الكشف عليه اكتشف النادي كذب اللاعب وادعائه. واخبرت الاداره ديمبلي بانه يجب عليه انه يحسن سلوكه في الفتره اللي جايه، ولكنها ترى انه سيكون من الصعب على اللاعب انه يتغير ويلتزم مع الفريق. مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقرتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي بنوصل معاكم لفقره السوشيال ميديا وهنبداها مع الدكتوره رانيا علواني عضو مجلس اداره النادي الاهلي، واللي نشرت صوره ليها مع كابتن محمود الخطيب على صفحتها على الفيسبوك وكتبت: كابتن محمود الخطيب نتمنى من الله ان تعود لنا سالما يا رب. كمان استاذ محمد كامل رئيس شركه برزنتيشن سبورتس على تويتر كتب:
سلامتك يا راجل يا طيب، ترجع بألف سلامة. نشرت كمان الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة على تويتر صورة لكابتن محمود الخطيب وكتبت: خالص الدعوات للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بنجاح العملية الجراحية التي يجريها اليوم، وأن يعود لبلده ومحبيه بكامل الصحة والعافية. كمان كتب احمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومصر المقاصه الحالي على تويتر: خالص الدعوات لكابتننا الكبير والاسطوره محمود الخطيب الذي يخضع للجراحه بالشفاء والعوده سالما. كمان كتب كابتن احمد شوبير عضو مجلس اداره اتحاد الكره على تويتر: خالص التمنيات بالشفاء العاجل لكابتن محمود الخطيب الذي يخضع الان لجراحه عاجله في المانيا، العمليه تستغرق حوالي 4 ساعات. كمان احمد فتحي لاعب النادي الاهلي فكان حريص ان هو يهني بالمولد النبوي الشريف، وكتب على تويتر: كل عام والأمة الإسلامية وجميع المصريين بخير. والرياضي توس المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي نشر صورة على الانستغرام مع رمضان صبحي وناصر ماهر لعيبة المنتخب وكتب: ولادي. كمان نشر محمد صلاح صورة جديدة على تويتر وهو موجود دلوقتي في أجازة قصيرة في دبي بعد مباراة مصر وتونس وقبل ما يرجع مرة تانية لمسابقة البريمير ليج. كمان نشرت الفنانة ندى بسيوني فيديو على تويتر وكتبت في مباراة الأردن ضد الهند قبل قليل: حارس الأردن عامر شفيع يسجل هدف من مرمى لمهوله لكأس الأمم الأفريقية، وكتبت: كل التهاني للمنتخب الموريتاني بتأهلها لأول مرة لنهائيات كأس أمم أفريقيا. كمان نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر فيديو لاحتفال الجهاز الفني ولعيبة منتخب موريتانيا بتأهلهم لأمم أفريقيا لأول مرة، وكتبت: هذا ما يحدث عندما تتأهل للمرة الأولى لأمم أفريقيا، يمكننا أن نقول أن مشجعي موريتانيا واللاعبين سيظلوا مبتسمين طوال اليوم. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ونرجع تاني. ماركو أسانسيو صور على تويتر من مباراة البوسنة والهرسك الودي واللي انتهت بفوز أسبانيا 1-0 وكتبت: دايما من دواعي سروري. كمان آدن ديكو لاعب روما ومنتخب البوسنة والهرسك فنشر صورة على تويتر من المباراة وكتب: ليست النتيجة التي تمنيناها لكننا نمضي للأمام، لقد كان عاما جيدا للمنتخب، وكان من الجيد رؤية ديفيد سيلفا الذي اعتزل اللعب الدولي، حظ سعيد وأراك في دوري أبطال أوروبا. كمان نشر بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان صورة على الانستغرام من أول ظهور لي في الدوري الإيطالي وكتب: 19 نوفمبر يوم خاص بالنسبة لي، أول يوم في الدوري الإيطالي مع فريق فارما بتاريخ 95. نروح لبلاتشر فوتبول على الانستغرام واللي نشرت صوره كاريكاتير لبوفون وكتبت: في هذا اليوم من عام 95 ظهر بوفون في دوري الدرجه الاولى، وبعد 23 سنه غادر بعدما احرز 9 ألقاب دوري. اما الانجليزي هاري كين فنشر على تويتر صوره لي بعد الفوز على كرواتيا 2-1 في دوري الامم الاوروبيه وكتب: هذا هو شعور احراز هدف الفوز لانجلترا في ملعب ويمبلي. كمان نشر ديلي الي لاعب توتنهام صوره من المباراه على الانستغرام وكتب: اسبوع رائع مع منتخب انجلترا، اننا نتطور ونصبح اكثر قوه، نتطلع للتقدم او للتقدم للامام دائما. كمان نشر جو جوميز لاعب ليفربول صورة من المباراة على تويتر وكتب: إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، أجواء رائعة في ويمبلي. نروح لكايل ووكر لاعب المان سيتي واللي نشر صورة على تويتر من المباراة وكتب: إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، متصدرين المجموعة الرابعة، ما زلت لا أستطيع تصديق ذلك. نشر سانشو لاعب بروسيا دورتموند صورة لي من المباراة على تويتر وكتب: فوز عظيم، روح رائعة من اللاعبين، العودة من الخسارة بهدف للفوز بهدفين، الطاقة في ويمبلي كانت جنونية، يا لها من أجواء رائعة. نروح لديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي اللي نشر صورة على الانستغرام من زيارته لمستشفى للأطفال وكتب: يوم جميل مع الأبطال الخارقين. أخيرا نشر أرفي رينار مدرب المنتخب المغربي صورة لعلم المغرب على تويتر احتفالا بعيد استقلال المغرب وكتب: عيد استقلال سعيد.
مشاهدينا معادنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ عبد اللطيف اسماعيل مدير تحرير اخبار الرياضه. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عبد اللطيف اسماعيل مدير تحرير اخبار الرياضه. مساء الفل على حضرتك منورنا دايما. مساء الخير. اهلا وسهلا. عايزين طبعا نتكلم مع حضرتك النهارده عن حاجات كتير واكيد اهمها اعاده الهيكله في قطاع كره القدم. شفت ازاي القرارات اللي اتخذت بعد خساره النادي الاهلي للقب دوري ابطال افريقيا؟ هو الحقيقه طبعا القرارات جت سريعه، جت قرارات فوريه بعد المباراه مباشره. ده يمكن عمل انعكاس كبير جدا على جمهور النادي الاهلي وعلى محبيه وعشاقه في كل مكان، ان اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب ان هي على طول تبقى بسرعه كبيره جدا ان هي تاخد قرارات في هذا الاتجاه، خاصه بعد خساره النهائي من الترجي التونسي. طبعا ما كانش حد متوقع ان الاهلي يخسر النهائي، لكن هذه هي كره القدم ورب ضاره نافعه. بس دايما كانت تصريحات كابتن محمود الخطيب اللي ان شاء الله يرجع لنا بالف سلامه اول ما يقوم ان شاء الله بالسلامه، كانت تصريحاته بتقول حتى لو كنا اخذنا بطوله دوري ابطال افريقيا وفزنا في اللقاء النهائي كان برضو لازم يحصل اصلاح جوه منظومه كره القدم في النادي الاهلي وكان لازم هيحصل برضو اعاده هيكله. هي عايز اقول لحضرتك يمكن حقيقي كل الناس كانت منتظره هذه التغييرات انها تحصل داخل قطاع كره القدم داخل النادي الاهلي بناء على حاجات كتير جدا، وبعدين جت بعد يعتبر بعد نهايه موسم، يعني الاهلي من طبيعته ما بيغيرش حاجه وسط الموسم، لكن طبعا دي بطوله افريقيا بطوله كامله في حد ذاتها. فطبعا بعد نهايه البطوله اعتقد ان الاهلي شاف ان هو من الضروري ان يحصل عمليه تغييرات في اداره او في رؤيه اعاده النظر في رؤيه كامله لقطاع كره قدم داخل النادي الاهلي. صحيح. طيب حضرتك شايف ازاي تولي كابتن سيد عبد الحفيظ للملف اللي هيتم تقديمه خلال اسبوع لكابتن محمود الخطيب واللي هيتم على اساسه اعاده هيكله قطاع كره القدم؟ عايز اقول لحضرتك ان الاهلي مليء بالكفاءات الكثيره جدا. صحيح. وعايز اقول لحضرتك ان برضو كابتن سيد عبد الحفيظ من هذه الكفاءات اللي موجوده، وهو راجل اللي يمكن اشتغل حوالي 8 سنين مدير كوره في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه وكلها. صحيح. طبعا حققت نجاحات كبيره أكيد جدا طبعا خلال الفتره السابقه جدا. فطبعا كابتن محمود الخطيب لما اوكل له هذا الملف المهم فهو طبعا ساب له فرصه، اداله فرصه ان هو يدرس ويشوف ويخطط ويوضع تصوراته شكلها ايه خلال المرحله القادمه من خلال مجموعه الناس اللي هي ممكن تشتغل معاه في هذا الملف من اجل هدف واحد بس الاهلي حاطه قدام عينه او مجلس اداره النادي الاهلي حاطه قدام عينه، اسعاد جماهير النادي الاهلي واعاده فريق النادي الاهلي ان يكون هو بطل افريقيا، لان الاهلي معروف ان هو لا يرضى عن لقب البطل بديلا. بدليل ان المركز الثاني افريقيا برغم ان المركز الثاني ده في منصه تتويج وفي مجلس اداره النادي حتى الان ما زال يعتمد على هذا المدرب. رغم الخلاف القائم حالي بين الجماهير النادي الوسط واداره النادي، وده يجب ان يستغل من جانب جماهير الجاليه المصريه المتواجده هنا على اعتبار ان اداره النادي في اخر حوار كان اجري مع جريتش الشحات يعني تحدثت عن جماهير الوسط بشكل يعني اعتبروه انه خارج عن صحيح عن العرف عندهم او عن تقاليدهم انهم مش محتاجين لجمهور في الوقت ده. فدي احد الثغرات الحاليه الموجوده اللي هي الصدمه اللي بين الفريق وبين جماهيره يعني. طيب انا عايز اسال حضرتك برضو عن يعني نتيجه اللقاء اللي فات، النتيجه الايجابيه او التعادل الايجابي 2-2 ده كان وقعه ايه على جماهير الوسط الاماراتي؟ والله غير بعيدا عن جماهير وصل الامارات يعني اعتقد على جماهير المصريه المتواجده في الامارات كان بالنسبه لنا صدمه كبيره جدا، سواء انا كاعلام او سواء كجماهير المتواجده على ارض مصر، صدمه كبيره على اعتبار ان الاهلي مهما كان غياباته مهما كانت الظروف اللي بيمر بيها يجب الا يهدر مثل هذه الفرص اللي بتضيع بين ايديه. يعني بطوله افريقيا وقعت بسبب تهاون ما، بطوله العرب ايضا يجب الا تضيع بسبب تهاون ما من بعض اللاعبين، وبالتالي الجماهير الوسطويه نفسها حتى الان يعني رغم ان النتيجه يكفيها تعادل
1-1 او ادفعت تعادل باي نتيجه لكي 1-1 او يعني كل الفرص متاحه حتى الان في 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 ايوه في انا كنت بسال حضرتك برضو يعني يعني اكيد طبعا جماهير الكره المصريه بيشجعوا النادي الاهلي اكيد ما كانوش سعداء بهذه النتيجه النتيجه الايجابيه التعادل 2-2 هنا في ذهاب دور ال 16 لكن بالنسبه بقى لجماهير الوصل جماهير الكره الاماراتيه هل طبعا اكيد كان في سعاده بهذه النتيجه واكيد ده اداهم حاله من التفاؤل بالمباراه القادمه هم متفائلين لكن الغالبيه العظمى من الجماهير حسب يعني النهارده في في نادي الوسط الطوابير اللي لو شفتوها حضراتكم على تذاكر المباراه قد ايه كلها جماهير مصريه يعني انا مش شايف واحد طوابير كبيره جدا داخل النادي تصل الى تمتد الى خارج النادي كل جماهير متواجده جماهير مصريه صحيح. بعض الجماهير الوسطويه بتقول انها ستعزف عن عدم حضور المباراه وهتشجع الفريق من عند شاشات التلفزيون بسبب الخلاف الموجود بين الجماهير وبين اداره النادي لكن المهما يكون هذا الخلاف برضه محددين عدد الجماهير المصريه اللي هتتواجد في المباراه حسب اللوحه حسب القوانين لان الملعب نادي الوصل يسع لحوالي 9000 او 9500 متفرج مثلا هياخدوا 25% نسبه حضور الاهلي يعني ما يعادل مثلا 2300 2500 متفرج لكن اعتقد مع الزحام حيتزايد عدد السماح للجماهير المصريه ونادي الوصل يعني انا بازعم انه عمل هذه الاسعار وعمل هذه البنود بالنسبه للاسعار التذاكر المغاله فيها شويه على اعتبار انه يحد من حضور الجمهور المصري خلف الاهلي لانه يهمه في الاخر ان عدد محدود يكون موجود من الجماهير المصريه في مثل هذه المباراه والعدد الاكبر يكون من جماهير الوصل لكن انا اعتقد رغم هذه الظروف انا متوقع ان جماهير مصر هتكون موجوده او جماهير الاهلي تحديدا هتكون موجوده يعني حضرتك متفائل بالحضور الجماهيري في لقاء الوصل والنادي الاهلي والله رغم المعاناه اللي بتعانيها الجماهير مع الاهلي الفتره الحاليه انا متفائل يعني ودي ميزه متواجده فيه دايما في الجماهير الجاليه خارج مصر صحيح في الامارات او في اي مكان يعني دايما بيتعشموا في الكره المصريه اي فريق يمثل الكره المصريه خارج اطار حدود مصر دايما بتلاقي الجماهير الجاليه متواجده وبالتالي انا نفسي ان الجماهير او نفسي ان اللعيبه نفسهم يتحملوا مثل هذه المسؤوليه ومثل هذه الاحداث الخارجيه انهم يعرفوا يعني قيمه اهلي يعرفوا يعني ايه مصر خارج الحدود وبالتالي وانا باكد لحضرتك يا استاذ علي ان اكيد طبعا لعيبه النادي الاهلي رجاله وعارفين قد ايه المسؤوليه اللي عليهم واكيد عندهم ثقه ان شاء الله في الفوز ويرجعوا ان شاء الله باذن الله يفرحوا جماهير النادي الاهلي سواء هنا في مصر او حتى الموجودين في الامارات استاذ هي المهم يكون مباراه عربيه تكون مباراه بشكل عام في اطار عربي جيد بين فريقين كبيرين على مستوى الوطن العربي بين فريقين شقيقين في مصر والامارات المهم في الاخر ان يكون شكل لاعب بالفريقين الامارات ومصر اعتقد علاقات يعني لا يمكن ان تتسبب اي احداث في ان يكون في اي خلل بينها يعني. صحيح شكرا ليك استاذ علي معالي الصحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه من الامارات وكان بيكلمنا طبعا عن اللقاء الهام والمرتقب قصاد الوصل الاماراتي لنادي الاهلي لقاء اياب دور ال 16 في بطوله كاس الانديه العربيه الابطال. طيب نرجع مره ثانيه للاستاذ عبد اللطيف اسماعيل وكنا طبعا بنتكلم عن هذا اللقاء الهام والمرتقب وطبعا زي ما استاذ علي كان بيتكلم هو كان بينقل لنا بس احساس الجمهور جمهور النادي الاهلي دلوقتي بعد خساره لقب دوري ابطال افريقيا فهم محتاجين بقى شويه مسكنات عشان ايه تنسينا خساره اللقب اللي كلنا كان حاطين امال كبير جدا عليه وشبه كنا واثقين من الفوز فيه والرجوع بالاميره الافريقيه التاسعه. فشايف اللقاء ده اهميته عامله ازاي؟ لا لقاء مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي لانه طبعا زي ما حضرتك قلتي وتفضلتي ان هو طبعا الفوز في حد ذاته هيغير شكل كتير يعني من رؤيه اولا الجمهور والاداره للجهاز الفني لان عايز اقول لك ان برضو الجهاز الفني دلوقتي محطوط تحت ضغط ان هو بعد ضياع البطوله بعض الكثير من اللاعبين برضو محطوطين تحت المنظار في خلال المرحله احنا قادمه جاي هيحصل فيها برضو تغييرات او تدعيمات للاعبين وللفريق خلال المرحله الجايه غير كده ان جمهور الاهلي زي ما قلنا جمهور عاشق ومحب للانتصارات الدائمه والمتوالية وان هو الاهلي تملي شعاره المرفوع اللي هو البطل
أو رقم واحد، وعشان كده رقم اتنين. يعني رقم اتنين رغم ناس كتيرة، أندية كتيرة جدا يعني عايزة تبقى رقم اتنين مش قادرة، الأهلي مرفوض بالنسبة له رقم اتنين. صحيح، جمهور الأهلي لا يقبل بثقافة الهزيمة، مش موجودة عند الثقافة دي. صحيح، كل ده لابد أن يكون محطوط قدام الجهاز الفني. بالعكس، جمهور الأهلي عايز يكسب ويأدي كويس، مش بس يكسب. بالظبط، يعني مش مكسب فقط. صحيح، مكسب مع أداء. صحيح، هو ده اللي الأهلي عودنا عليه، يعني هو الأهلي اللي علمنا الطمع ده. هو لكن دي كبوة في هذه المرحلة، بعد هذه المباراة أكيد أحدثت نوع من الكبوة أو هزة، فالمفروض أن احنا الأهلي يستعيد الثقة مرة تانية من خلال تفاهم من الجهاز الفني واللاعبين من خلال هذه المباراة، لأن هي المباراة دي في البطولة العربية ممكن هتعدي بالأهلي إن شاء الله للمرحلة اللي هي يعود فيها الأهلي كما كان. صحيح. طيب بنتكلم طبعا عن الضغط اللي كان في الفترة اللي فاتت. نعم. ده بقى ياخدنا لضغط المباريات في شهر ديسمبر. نعم. لنا لقاءات الدوري كتير جدا. نعم. في الدوري المصري الممتاز. نعم. مؤجلا النادي. نعم. الأهلي وكلها ورا بعض، يمكن الفرق ما بين مباراة لمباراة ثلاث أيام بس. صحيح. فيعني شايف الضغط ده هيأثر إزاي على النادي الأهلي؟ هيأثر بشكل كبير على اللاعبين، لأن أنت دلوقتي عندك ما يقرب من حوالي 6 ماتشات مؤجلات في الدوري الممتاز، هتضطر أنك أنت تلعبها بمعدل حوالي 72 ساعة لمباراة. هتبدأ طبعا بالمقاولين، وهتدخل بعد كده تقريبا أو الداخلية والمقاولين والجونة. وطبعا دلوقتي كل الفرق أو كل الأندية في الدوري ما بقاش في فرق كبير بين الأندية وبعضها، كل الأندية مستواها عالي جدا، ومعظم الأندية يمكن ما فيش نادي ما حصلوش، لو بصينا لجدول الدوري ما فيش نادي في الدوري ما حصلوش هزيمة، ما فيش نادي حقق كل العلامة الكاملة أو كل النتائج بالفوز. فكل الماتشات أصبحت صعبة مع ضغط الماتشات، مع ضغط البطولة الأفريقية، مع البطولة العربية، مع وجود غيابات ووجود إصابات، ده كل ده طبعا بيأثر. فطبعا دي عايزة إعادة رؤية شاملة من خلال الجهاز الفني لهذه الماتشات، لأن ده عايزه زي ما تقول حضرتك كده يحط خريطة قدامه ان احنا هنعدي الماتش ده ازاي، وهنمشي خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، نطلع من الماتش ده ليه نظامه، والفرق وكل الفرق مدروسه، ده ليه نظامه، ده ليه لعيبته ونجومه اللي هيخوضوا به هذه المباراه. ممكن الجهاز الفني يشوف لعيب واتنين افضل للماتش ده، حد عنده خبره مثلا اكثر يقدر يدفع بيه للماتش الفلاني، هيدفع بشباب اكتر في الماتش الثاني. ممكن دلوقتي بيعتمد على محمد الشناوي كحارس مرمى، هتيجي دلوقتي ماتشات هيبقى فيها ضغط كتير للدوري، شريف كرامة هيرجع تاني لحراسه المرمى. وهكذا عنده مجموعه كبيره من الغيابات، زي قلنا الناحيه اليمين فيها، الناحيه الشمال علي معلول لسه فيه طبعا موجود، حاجات كتير جدا. فده لازم يعمل عمليه صياغه ان هو أكيد. خاصة ان طبعا معظم اللعيبة دي مش هترجع، عندنا اصابات كتيرة، عندنا رامي ربيعة لسه مرجعش لحد دلوقتي، عندنا علي معلول لسه، عندنا الجبهة اليمين احمد فتحي، وعندنا اجي، كل الناس اللي هتبدأ من نص 12 تبدأ في الاعادة مرة تانية. فخلال الفترة دي هتلعب انت عدد من الماتشات، وهذه الماتشات مهمة، وانت محتاج انك انت تكسب، لانك انت المكسب بتاعك في 6 ماتشات هيرجعك لصدارة الدوري مرة تانية. صحيح. طيب. فكل ده لازم يكون محطوط قدام الجهاز الفني وبرؤية فنية، ان هو يتعامل مع هذه المباريات، ويتعامل معهم من وجهة نظري مباراة مباراة، بهدف ان هو يعيد الأداء مرة تانية مع النتيجة. صحيح. طيب يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن الدوري المصري الممتاز، وعن اللقاءات المؤجله للنادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز اللي هيلعبها في شهر ديسمبر الجاي، وطبعا ازدحام اللقاءات ويعني وجودها او قربها من بعضهم كل 3 ايام زي ما قلنا في لقاء للنادي الاهلي. الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي شايفه في ايه مختلف، في ايه جديد؟ الدوري يمكن علشان دوري استثنائي، طبعا مضغوط، وهينتهي طبعا في مبكرا يعني خلال مثلا مايو، دخل عليه دلوقتي التغيير اللي حصل بالنسبه لافريقيا. صحيح، برضه بشكل مختلف جدا دلوقتي، بدل ما كنا بنبدا الماتشات الافريقيه او دوري افريقيا مثلا. بالاضافه كمان ان الدوري المصري هينتهي في شهر 5 شهر 9 في 2019، يعني الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي سنة وشهر.
تمام، يعني هياخد مدة مع كل ده، كل هذه الضغوط مع الدوري طبعا، عاملة طبعا ضغط كتير جدا برضو على الأهلي وعلى أندية تانية من اللي بتشارك برضو في البطولات الخارجية، هتشارك في البطولات الأفريقية، في البطولة العربية أو الأفريقية أو الكونفدرالية، صحيح بالضبط. فهو طبعا المفروض إن هو دوري بهذا الشكل محتاج المنظومة كلها من خلال برضو اتحاد الكورة، من خلال لجانه، من خلال أهم لجنتين من وجهة نظري في اتحاد الكورة، لجنة المسابقات ولجنة الحكام. لابد ان هم دول طبعا اللي بيديروا بشكل كبير منظومة الدوري والمصري، لابد ان هم يضعوا في الاعتبار وفي الحسبان هذا الموضوع، الى جانب ان هم ما يحصلش تعميق للمشاكل والازمات مع الانديه. يعني ما يبقاش انك انت عايز تعمل دوري ناجح ودوري مهم انك انت اللي تصدر مشاكل للانديه، لان دلوقتي مثلا عمليه تصدير المشاكل زي ايه؟ انت داخل دلوقتي عليك الدوري، والدوري فيه مؤجلات كتير لعدد كتيره من الفرق، يعني مثلا زي الفارس الاحمر الاهلي لمشاركاته الكثيره، وفي انديه كتيره جدا زي الزمالك، زي الاسماعيلي، زي غيره فيه مشاركات تانية. فطبعا عمليه تاجيل التاجيلات دي كنادي زي الاهلي ما هو ده غصب عنه، لانه صحيح. بيشارك في بطولات صحيح. وعنده لعيبه مثلا زي انديه ثانيه عندها لعيبه في المنتخب ولعيبه دوليين وما الى ذلك، فهو طبعا ده غصب عنه في هذا الموضوع. فلازم ان هو موضوع المؤجلات ده يبقى عامل حسابه، لانه ممكن هيعدي منه لشهر يناير. طيب احنا دلوقتي سمعنا اشاعات كتير او كلام كتير او اخبار كتير او اتقالت في الفتره اللي فاتت ان في احتماليه لالغاء الدوري في الموسم الحالي، شايف ان ده ممكن يحصل؟ لا، ما اعتقدش انه ممكن يحصل. يعني الكابتن احمد شوبير انا سمعت هو اللي قال هذا التصريح او هذا الكلام، وبصفته عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، هو قد يعني من وجهه نظري هو شاف ان اللي حاصل ده واللي احنا بنتكلم فيه وكل الناس بتتكلم فيه، والضغوط الرهيبه اللي موجوده على الانديه، وضغوط على لجنه المسابقات في انها بتاجل وبتحط ماتشات مكان ماتشات والكلام ده كله، هذه من وجهة نظر طبعا تحترم. لكن أعتقد كمصر وكدولة كبيرة وكدوري مصري له تاريخ، ما صحش أن الدوري خاصة ما عندكش أنت أي أزمات أو أي حاجة، عندك استقرار في البلد تمام زي الفل، والأمور بتشيل ماشية بشكل طبيعي وبشكل جميل جدا، ما فيش ما يدعو أن هو أن الدوري يتوقف. الحاجة الثانية أن الأندية موجودة في ظل المنافسة كمان في هذا الدوري، برضو منافسة قوية ومنافسة، يعني ماتشات برضو فيه كورة بدأت تتقدم في بعض الأندية بشكل كبير جدا، بدأ فيه منافسة، بقى فيه صراع، بقى فيه لسه الدوري في الملعب، محدش يقدر يقول دلوقتي مين اللي هياخد الدوري. لحد دلوقتي ولا 6 أسابيع لقدام أو 7 أسابيع حد يقدر يقول مين لحد دلوقتي الدوري، وانت لسه هنبدأ الدوري بكرة في الأسبوع 15 وهنكمل مثلا ماتشات الدوري بعد كده، محدش هيقدر يقول مين الدوري هيقدر يكسبه لحد دلوقتي صحيح. لأن دلوقتي هتبقى برضو بعد عدة ماتشات جدول الدوري هتغير، لعبة الكراسي المسخية، في ناس هيطلع في الدور الثاني بيبقى فيه مفاجآت، الدور الثاني بيبقى أصعب بكتير صحيح. جدا، لأن معركة الهبوط كمان في الدور الثاني بتبقى أكثر وأشد، أكيد أكيد. فالحفاظ على النقطة وطريقة اللعب والمحافظة ومحاولة أن يطلع بنقطة وتعادلات وطرق دفاعية بشكل كبير جدا بتعمل تغيير شكل خالص للدوري في الدور الثاني. طبعا من اهم المظاهر اللي شفناها في الدوري في الموسم الحالي التحكيم، الكوارث التحكيميه اللي موجوده في الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، اللي ما فيش نادي يعني ايه متقرص منها. صحيح. شايف الازمه دي ممكن نحلها ازاي؟ هل تقنيه الفار ممكن تساعدنا؟ بس طبعا سمعنا برضو تصريحات اخيره من كابتن احمد شوبير ان عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، ان تقنيه الفيديو صعب جدا ان هي تتطبق في الدوري المصري الممتاز، وان احنا اصلا ما عندناش الامكانيات دي، بالاضافه لان احنا مش عايزين نتسرع زي ما الكاف عمل وكان في مشاكل بسبب تطبيق تقنيه الفار. تمام. طبعا هرد على حضرتك على الشق الاولاني من السؤال، وان طبعا اولا احنا من وجهه نظري لازم ندي الثقه لحكامنا، ونقول لحكامنا دول من افضل الحكام الموجودين في القاره الافريقيه، ده لما نرجع لهم الثقه من خلال الانديه وفي التعامل من خلال الاعلام، ده هيعمل نوع كبير جدا او هيعمل خطوه ايجابيه ومهمه جدا على عمليه استقرار الدوري، لان الحكام جزء كبير من هذه المنظومه. الحاجه الثانيه كابتن عصام عبد الفتاح طبعا بصفته هو المسؤول او المشرف على لجنه الحكام، موضوع ان احنا نرجع، ما فيش مانع طبعا وده عادي جدا وفي كل مكان في العالم، ان احنا نرجع نعيد نثقف الحكام مره واثنين وثلاثه، نعمل دورات للحكام صحيح. نرجع نشوف الماتشات تاني، لازم نشوف الاخطاء ايه طبعا. ولما نشوف الاخطاء مره واثنين وثلاثه نحاول ان احنا ايه
ما نكررهاش تاني. أكيد وده المفروض الأخطاء كمان لابد أنها تقل بشكل كبير جدا. لأن إحنا الأول كان عندنا 3 حكام، حكم في الملعب واثنين مساعدين، بين حكم 5 حكام دلوقتي. فيه حكمين اللي هو الحكم الخامس اللي جنب الإجوان. فمش معقول جنب الإجوان حرجعنا تاني الأزارو. والنادي الأهلي ما نفعلش في أي حاجة خالص، حرجعنا تاني الأزارو. وأنا كنت قبل كده برضو شدت الفلنة لما خلاص وقلنا لمس أكتاف. لما جابوا من أكتاف ده ما كانش هزار اصلا. واحنا نرجع تاني، فطبعا دي حاجات كتيره جدا موجوده. احنا بنتكلم على ايه؟ الحكم بشر لكن بنتكلم على الاخطاء الفادحه اللي بتبقى واضحه وضوح العيان، ولا يمكن لاي شخص او 2 او 10 او ملايين بيتفرجوا على شاشه وشوفوا ماتشات انه يختلفوا على هذه الاخطاء. فدي النقطه الاولانيه، وده مش عيب ان احنا نحاول نرجع تاني من اول وجديد. لكن احنا دلوقتي حكم الفيديو او الفار، اعتقد ان هي طبعا دي مهمه جدا. شفناها احنا في بطوله افريقيا، وشفناها طبعا في كاس العالم، ودي مهمه جدا ان بطوله افريقيا. طب بالنسبه لبطوله افريقيا، نعم، انت شفت الكاف قراراته عامله ازاي تجاه النادي الاهلي، وكمان وصفه لمدرب النادي الاهلي باتريس كارتيرون بانه متواطئ مع وليد ازارو، شفت الكلام ده ازاي؟ والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني ده سؤال مهم جدا. لكن طبعا الكاف، يعني من وجهه نظري، من الخطا ان الكاف يصدر قرارات مهمه جدا تجاه فريق ضد الاخر، خاصه ان انت لو شايف ان في هنا اخطاء فالجانب الثاني كان فيه اخطاء. دي نمره واحد. نمره اثنين، انك انت طبعا الكاف كاتحاد افريقي ده واحد محايد، انت الراجل يهمك ان المسابقه بتاعتك تنجح نجاح كبير جدا. صحيح. فانت ماسك ميزان العدل بايدك. لما ميزان العدل يختل تجاه في صالح اهو للترجي التونسي على حساب الاهلي، ده المفروض ما كانش يحصل. صحيح. القرارات انك انت تقول على مدرب، انت وقفت وليد ازارو وتقول على مدرب ان هو متواطئ غير مقبول بالمره، وما يصحش ان ده يتقال. صحيح. خلي بالك كل الكلام ده اثر الى جانب التخوفات كتيره جدا واحداث تانية، ولكن ممكن مش عايزين نفتح الملف. لا خلينا نرجع نتكلم عليها تاني، لكن بعد ما نطلع على فاصل ونرجع مره تانية نكمل مع حضرتكم. خليكم معانا. رجعنا مره تانية ولسه مكملين كلامنا مع استاذ اسماعيل عبد اللطيف اسماعيل، مدير تحرير اخبار الرياضه. طبعا كنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي عن قرارات الكاف اللي اتوصفت بان هي قرارات تعسفيه ضد النادي الاهلي ولصالح الترجي التونسي قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، وللاسف انتهى بفوز الترجي التونسي على النادي الاهلي، وانتهى طبعا باننا اخذنا مركز الوصيف البطوله. انت شايف القرارات دي ازاي؟ عايز اقول لحضرتك، المفروض بقول لحضرتك بدايه ان المفروض القرارات دي ما كانتش اتخذت من الاتحاد الافريقي خالص نهائي في هذا التوقيت. لانك انت دلوقتي زي ما اعيد واقول انك انت كاتحاد افريقي، انك انت ماسك ميزان العدل في ايدك، ده فريقين يهمك انك انت تطلع ببطوله متميزه، وعندك اكبر فريقين في افريقيا او شمال. صحيح. افريقيا ومستوى افريقيا وصلوا بشكل كبير في شكل لنهائي محترم وكبير جدا، وفريقين عريقين من ليهم جمهور يعني عريض في كل مكان. لكن انك انت طبعا الناس ما كانتش متوقعه جدا العقوبات اللي هي على النادي الاهلي، او لو انت كنت شايف هذه العقوبات ازاي انت تطلع تصرح يعني بدون اي اتهام، او ايه هو الاتهام اللي انت شفته على المدير الفني للنادي الاهلي اللي انت تقول عليه متواطئ؟ اتهامك لمدير فني بالتواطؤ ده شيء يعني كان غير مقبول بالمره. صحيح. طبعا الكلام ده كله عمل اجواء عدائيه من جانب جمهور الترجي تجاه النادي الاهلي، بدليل ان هو هناك طبعا حصل تحفيز جدا، وحصل تحفيز اعلامي كبير جدا. التحفيز الاعلامي ده طبعا حرك الجماهير هناك، جماهير الترجي التونسي. ويمكن انا رحت تونس وعارف طبعا هناك باب سويقه، رحت باب سويقه ورحت نادي الترجي التونسي وعارف الجماهير التونسيه هناك شكلها ايه، بدليل ان كل هذه الاجواء لما عملت شحن ناحيه الجماهير الترجي التونسي، هذا الشحن كان ولد انعكاس يعني نوع للاسف من ما كانش المفروض يحصل، لان دي رياضه وروح رياضيه، نوع من العداء تجاه النادي الاهلي. صحيح. بدليل ان اتوبيس النادي الاهلي قذف بالطوب واصيب هشام محمد في راسه يعني، وثمان غرز، ودي كانت يعني تحول الموضوع
لحاجه بره الرياضه خالص. ما كانش المفروض انها تحصل بهذا الاداء عشان كده توفير الامن هناك. لا يعني كان ماشيين في موكب تمام، بس برغم ده برضه ورغم ذلك حصل هذا اللي حصل. وانا كنت كاتب في اخبار الرياضه طبعا قبل ما نطبع وقبل الماتش، كنت كاتب مقال في الوسط الرياضي في جريده اخبار الرياضه العين الثالثه. كنت اقصد ايه بالعين الثالثه؟ بصراحة بعد ما شفت هذه التخوفات قلت ربنا يستر، وكتبت في المقال كده إن الأهلي يطلع بأمان من تونس من وجهة نظري ده كان أهم المكاسب. أكيد. فإن هو دلوقتي إنك أنت تحول مباريات كرة قدم لشيء من الشحن من فريق تجاه فريق آخر، كل ده اللي حصل سببه القرارات اللي صدرت من جانب الاتحاد الأفريقي تجاه النادي الأهلي، وقالت للترجي التونسي ما معناه إنك أنت معاك حق وإن هنا كأني حصل مشكلة خلال المباراة الأولى، مع إن المباراة الأولى مشت بشكل طبيعي جدا، وطبعا كان الأداء جميل جدا من الفريقين وشغل عالي جدا. وإذا كان ظهر حاجة من الفيديو للاعب مثلا وليد ولا حاجة أنت خدت قرار، لكن أنت ألقيت بباقي الاتهامات بشكل كبير جدا على يعني أنت طولت الراجل، إحنا لعبنا من غير رأس الحربة الأساسي بتاع النادي الأهلي، قراراتك بعد كده طالت المدير الفني، طب أنت عايز تعمل إيه تاني؟ خلاص ما كانش الأهلي راح تاني، خلاص الأهلي ريحك من القصة. وأنت كان كده أنت من البداية قلت لي أو حسستني أشعرتني بكل أو أشعرت أي واحد مصري أو أهلاوي باللي كل اللي بيحصل ده كله هدفه أن البطولة تروح للترجي وأن مش عايز البطولة تروح للأهلي. هذه الرؤية بانت من خلال قرارات الاتحاد الأفريقي وما حدث من جانب الاتحاد الأفريقي. طب إيه العقوبة اللي صدرت لحد دلوقتي من جانب الاتحاد الأفريقي تجاه جماهير مثلا الترجي أو نادي الترجي؟ بالعكس دول فتحوا الاستاد أو فتحوا المدرجات في آخر لقاء. طيب دي حاجة يعني المدرج اللي كان عليه عقوبة من مباراة الأول من أغسطس بالزبط. تم فتحه للجمهور في اللقاء النهائي بالظبط بالظبط. يعني هو ده المكان ده كان المفروض عليه عقوبات وما كانش المفروض فتح للجمهور، انت فتحته للجمهور. طب ايه العقوبات؟ انت ما عملتش يعني انت عاقبت الاهلي ولم تعاقب، اذا كنت انت شايف من وجهه نظرك يعني ان الفريق الثاني لا يعاقب، ان كل الناس شايفه ان الفريق الثاني كان المفروض معاقب والمفروض بعد الطوبه اللي هي شجت راس هشام محمد والدماء شكلها ايه ووضعها ايه وبتاع، بعد قبل ما تدخل مباراه مهمه جدا ومباراه نهائيه والفريق داخل يفاجئ بان لعيب من لعيبته دماغه مفتوحه ووشه مليان دم وكل الناس بقى طب انت داخل الماتش بقى وشكلك ايه ووضع ما انت داخل الملعب دلوقتي وشكلك ايه ووضعك صحيح. ايه وانت عارف ان زميلك اللي معاك اللي موجود معاك بهذا الشكل صفحه واتقفلت وباذن الله ان شاء الله مش هنرجع لها ان شاء الله وما تتكررش تاني حلفنا باذن الله في النسخه القادمه بإذن الله. ما نتعرضش لمثل هذه الاشياء نحن نتحدث عن العداله صحيح. انت الاتحاد الافريقي الاتحاد المصري انت كاتحاد انت ما مش طبعا لا بتجامل هذا النادي ولا ذاك صحيح. بس هي دي العداله المطلوبه فقط لا سيما. استاذ عبد اللطيف اسماعيل مدير تحرير اخبار الرياضه نورتنا النهارده في الكلام في الميديا كده. شكرا لوجود حضرتك معانا. مشاهدينا بشكركم جدا على حسن متابعتكم واشوفكم بكره باذن الله في حلقه جديده من كلام في الميديا الساعه 5 مساء. يوم سعيد لحضراتكم.